حطك بحاجة؟ ها؟ سيدت. اهلا وسهلا. اليوم زي ما قاعد تشوفون تي اليوم معانا فيديو. اليوم راح يكون فيديو رمضاني بس شيء للاطفال. اليوم قررت اني اسوي حاجة لتي رمضان، بما انتم عارفين انه هنا صعب تحسين برمضان. اللهم انت صايمة بس كل شيء دوام، المدرسة، كل شيء نفس ما هو، يا كان يوم عادي، فما في شيء الطفل يحس انه رمضان، حتى احنا الكبار اصلا ما نحس برمضان. فقررت اني اسوي كذا شغلة مع تيا لانه قلت لها خلاص رمضان is coming، فهي ما هي فاهمة الفكرة رمضان، تحسبوا العيد، فتقول لي ها من بيجينا مدري ايش. قررت اني اسوي اشياء بسيطة معاها، يعني العاب، فانوس، اشياء زي كذا، وافكار مرة حلوة ان شاء الله راح اسويها الحين مع بعض. ايش هنسوي اليوم؟ ايش هنسوي؟ We're gonna do Ramadan. Ramadan? Can we do Ramadan? Yes. الفكرة هي الفانوس، فراح نسوي الفانوس بهذا الكرتون. كان بغيت شوية يكون أعرض بس ما لقيت، فلقيت هذا اللي على شكل كرتون. I wanna take this out. Take it out. It's so easy. So easy? Yeah. This is how you do it. I did it myself. What? So here? Open it. Okay. هي كرتون عادي زي كذا. راح نرسم عليه على شكل مسجد أو مثلاً هلال. أنتوا اللي تبغون الرسمة راح نرسم عليه مسجد. بس لا إحنا لازم نسوي شيء رمضان. Okay. Okay. نرسم على شكل مسجد. صار شكلها شكل مسجد. الحين ناخذ المشرط ونقصهم. شكلها كذا بعد ما قصيتها كذا على شكل المسجد. You did a good job. هذه بعد ما خططتها. بعدين ناخذ الورقة هذا حقت هذا الورق اللي نستعمله في حقت الكوكيز او الاشياء اللي نحطها عشان ما تلزق. نقلبها من ورا ونقصها على قدها. خذي سوي الغرة كذا كذا بس لا تكثري. اوكي خذي. اوكي سوي هنا شوي بس. اوكي حطها. No, I gotta press it by myself. Yeah, press it. No, I need to do it by myself. Yeah, كلها. كلها press it. Yeah. That's so beautiful. آه شو حبل؟ بس نقص قصة كذا بسيطة. شو دخل فيها الحبل؟ من الجهة الثانية. ثبت الحبل من هنا. ماما I like it. You like it? And it's so cute. صح. And it's so beautiful. واو. قص الزايد. And we don't need deep. ترى شكلها كذا بس لسه ما خلصنا. نجيب الإضاءات. إذا تبغى تثبتوها ثبتوها بس أنا ما راح أثبتها، أتوقع أنها ما يحتاج. سكر عليها. شو شكلها كيف؟ مرة حلوة. مرة كيوت. والله الحين تيا حتحطها جنب سريرها أو تحطيها فوق صح؟ بنكمل شغل الاكتيفيتي حق رمضان اللي قاعد نسويها مع تيا. واليوم راح نسوي مسجد او يكون فيه تركيب. نحتاج هذا الكرتون بس اول شيء راح اقص الحجم اللي احنا نبغاه. بعد ما قصينا الكرتون ورسمت عليه
مربع كبير ومستطيلين اثنين يعني على شكل مسجد، فراح نخطط عليها بالقلم الابيض. هذا شكل المسجد يعني مستطيلين طوال ومربع كبير. الحين راح ناخذ قطع الكرتون هذه ونقصصها على شكل القبة حق المسجد او باب المسجد شيء زي كذا. راح اسوي كذا شكل بهذا الكراتين الصغار. قصيناهم على شكل قبة، هذا أول شكل، وهذا الشكل الثاني، وهذا الشكل الثالث. نبدأ الحين نلونهم. ألون أصفر. It's okay ماما، ما حد حيفوزينا، اثنيناتنا فايزين. You good mom. حبيبي أنا. You're my best friend ماما. Aww. I love it. لسه قاعد اسوي. This is so fun. Look Tia what she doing. بعد ما خلصنا الالوان وصرنا كلنا الوان وجلتر، تي راح تغسل يدها. شكل صارت عبارة عن هذولي. عرفتوهم؟ خلينا نحطهم في الملابس، نحطهم في الاماكن اللي نبغى نلزق فيهم. نغطيها كويس. خلصنا سوينا الكرتون ركبنا فيه الاشياء هذه اللي بتلزق فيها، الحين نبدا نسوي المسجد. اوكي ايش تبغى المسجد يكون حقتك اول؟ شوف المسجد حق توتا. راح نحتاج كرتون زي كذا، راح نحتاج الالوان، وراح نحتاج القلم الابيض ومقص قصيتها على شكل دائره. راح نسوي زي القبله، راح نسوي الكعبه في النص، بعدين كانه كل شيء يعني متجه لهذه القبله اللي هي الكعبه. طبعا راح ارسم الكعبه وراح ارسم الاشياء الثانيه، بعدين اوريكم كيف يطلع شكلها. 10 10 نرسم الكعبه في النص. رسمت الكعبة هنا في النص، هذا الرسمة راح تكون، والحين راح أوصلها بالقلم الأبيض على كلها أنها توصل للكعبة. هذه الرسمة حقت القبلة، هذه راح أرسم عليها كأنها سجادة، بعدين أحط عليها الماجنت. هذا شكل السجادة وركبت عليها الماجنت زي كذا. حطيت على هذه الماجنت وكمان حطيت على نفس الشكل السجادة الماجنت، احطها على نفس البورد بهالطريقة واحط الماجنت الجهة الثانية. Without touching، لا تمسكها بيدك. بس شكلها تعبت، تقول لي خلاص احس رمضان متعب. ايش حبيتي اكثر شيء؟ حبيتي الفانوس ولا حبيتي هذه ولا حبيتي هذه؟ ايش اكثر شيء عجبك؟ هذه؟ والله؟ انت يا حبيت هذه اكثر شيء. انا اكثر شيء عجبتني صراحه الفانوس. اوكي. المهم هذه تقريبا بعض الاعمال الرمضانيه للاطفال.
وبس تقريبا هذا كان فيديو لليوم. اغلب الافكار اللي شفتوها هذه كانت من البنترست، تلاقون فيها افكار مره كثيره، بس هذه كانت الافكار اللي حبيت اسويها لتيا بما انه ما في اشياء نقدر اسويها كثير هنا، ما في يعني اشياء رمضانيه للاطفال. بس اتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو، لا تنسون تشتركوا في القناه، تفعلون زر الجرس، واشوفكم في فيديوهات ثانيه. باي.